احنا كنا حكينا في المحاضرة السابقة عن الـ Cumulative Control Chart، وقبلها حكينا عن الـ Control Chart نفسه، وقلنا انه الـ Cumulative بيبين لي لانها نتائج تراكمية بتجمع كل نقطة مع سابقاتها، هذا في الـ Cumulative. فأي ارتفاع متواصل للنقاط الكنترول السامبل كنترولز فوق المين او اسفل المين، الكوميوليتيف ببينها بشكل واضح لنا لو كنا احنا مش ماخدين بالنا. الان الكوميوليتيف مهم في انه هو بيكشف عن وجود مشكلة في مهدها لسه في بداياتها. اما الكنترول تشارت فهو بيكشف عن المشاكل اذا ظهرت نقطه بشكل مفاجئ خارج نطاق الاثنين ستاندرد ديفيشن. يعني هذا له قيمته واهميته، والكوميوليتيف له اهميته وقيمته. هذا كلام احنا حكيناه في المحاضره السابقه وشرحنا يعني ايش الترند وايش الشيفت. اليوم احنا ان شاء الله حنكمل على الاكسترنال كواليتي كنترول، واحنا في المحاضره مش السابقه اللي قبلها يعني حكينا على الاكسترنال كواليتي كنترول، وقلنا انه كويس ان احنا نذكر برضه، قلنا انه الاكسترنال كواليتي كنترول هو بيهتم ويفحص الاكيورسي للمختبر، الاكيورسي لنتائج المختبر، الصحه، صحه الفحص. اما الانترنال كواليتي كنترول احنا حكينا وقتها قلنا هو بيكشف عن اللي هو البريسيجن للكنترول سامبل. طيب احنا قلنا في محاضرات سابقه انه ما بنقدرش نستغني عن الاثنين، وهذا الجد حيجي معنا. يعني ايش ما بنقدرش نستغني عن الاثنين؟ يعني انا عشان اقول انه انا نتائجي مضبوطه وانه انا عندي الكواليتي اشورنس في المختبر ونتائجي دقيقه ولا يشوبها اي عوار، لازم يكون عندي البريسيجن عالي من خلال الكنترول تشارت، ولازم يكون الاكيورسي عالي من خلال الاكسترنال كواليتي كنترول اللي احنا هنحكيه في محاضره اليوم ان شاء الله. طيب الاثنين مهمين زي الطائر، هذول جناحي طائر، اذا كان قصينا جناح الطائر حيسقط، وبالتالي البريسيجن والاكيورسي لازم يكون في عندي قيمتهم عاليه والبرفورمانس تبعتهم عالي جدا. طيب نيجي للاكسترنال، حكينا في الاكسترنال قلنا انه كمان مره بنذكر انه الايجنسي او الجهه المسؤوله عن المختبرات الطبيه اذا كانت شركه قطاع خاص او وزاره الصحه، هذه الوزاره بتبعت قلنا للمختبرات كنترول سامبل، نفس الكنترول سامبل بتعمل اللي هو ترسل المختبرات. الان لما بترسل المختبرات احنا هنحكي الان تفاصيل اكثر، بترسل المختبرات اللي هو عينتين لنفس الفحص، عينه الكنترول سامبل عاليه القيمه وعينه الكنترول سامبل لنفس لا 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 ثواني يا احمد دقيقه واحده. يا احمد معايا؟ ايوه معاك دكتور، معاك. طيب نكمل الان اللي بيصير بالتفاصيل انه في عندي تو كنترول سامبلز لنفس الفحص. هذا بدها تركيز يا جماعه شويه. يعني انا بضرب مثال مثلا على السكر، بابعث للمختبرات عينتين كنترول سامبل لنفس الفحص، مثلا عينه قيمتها 60 منخفضه كنترول سامبل، وعينه قيمتها 200 او 300 سكر. هذا العينتين ببعثهم للمختبرات وبقول لهم هي التو كنترول سامبلز افحصوا لي اياها عندكم مره ومرتين وثلاثه وابعثوا لي المين تبعكم. وزي ما قلنا بصير انا عندي الوزاره بصير عندي قراءات للقيمه المنخفضه، لنفترض انه انا عندي مثلا 15 مختبر 20 مختبر، فبتجيني 20 قراءة للكنترول سامبل المنخفض اللي قيمته 60 مثلا، وكنترول و20 كنترول سامبلز قراءات
للكنترول سامبل قيمته عاليه. ايش بسوي انا؟ بقوم بعمل بجيب المين لللو كنترول سامبل وبجيب المين للهاي كنترول سامبل، وبجيب الستاندرد ديفيشن لللو كنترول سامبل من مين؟ من قيم البارتيسيبانتس اللي هم المختبرات، وبرضه بجيب ستاندرد ديفيشن للكنترول سامبل اللي هو فحصوه المختبرات وبعتوا لي اياه. يبقى كمان مره انا كوزاره صحه ببعث ل 20 مختبر، ببعت لهم تو كنترول سامبل مثلا للسكر، كنترول سامبل قيمه السكر فيه منخفضه 60 ملي جرام في المية، وكنترول سامبل قيمته 300 مثلا مرتفعه او 350. الان ال 20 مختبر بعتوا لي النتائج، ال 20 مختبر بعتوا لي 20 قيمه لللو كنترول سامبل وبعتوا لي 20 قيمه للهاي كنترول سامبل. طيب من 20 القيمه، من 20 قيمه لللو بجيب المين لللو مع الستاندرد ديفيشن تبعه، وللهاي كنترول سامبل بجيب المين تبعه زائد الستاندرد ديفيشن لقيم الهاي كنترول سامبل. طيب الان احنا طبعا خلصنا من الاس دي اي، شرحناه وخلصنا منه كل هذا الكلام احنا حكيناه. الان ايش بسوي انا؟ نيجي بس احنا نمشي هنا اخواننا على الجراف اللي قدامي. هذا الرسم البياني مهم جدا، ركزوا لي عليه كويس عساس انه احنا نفهم بالضبط ايش اللي بيصير. الان لما اجتني انا القيم تبعت اللو 20 قيمه لللو و20 قيمه للهاي، انا ك ك كوزاره صحه عندي الرسم البياني هذا الامامي، بجيب المين لسامبل A. سامبل A خلينا نفترض انه هي اللو مثلا او الهاي مش مشكله، والسامبل B بتكون هذا اعتبرها مثلا هاي وهذا اعتبرها اللو البي. السامبل A خلينا نقول هاي مثلا والسامبل B اللي هو اللو. طيب الان لما اجتني 20 قراءه للو، انا بجيب المين، هيو بجيب المين ايا كانت قيمته، وبجيب المين هنا على الواي اكسس بجيب المين اللي هو لللو. طيب ممتاز. الستاندرد ديفيشن لل 20 قراءه بجيبهم لقيم اللو، لقيم الهاي، يعني ايه الهاي خلينا نقول، وبجيب الستاندرد ديفيشن لقيم البي اللي هو اللو. طيب اصبح عندي انا مين، وبحسب ال1 ستاندرد ديفيشن في المنطقه هنا، الخط العمودي هذا اللي امامي اللي امامكم هذا شايفينه، هذا اللي هو حد الاثنين ستاندرد ديفيشن موجب، وهنا حد الاثنين ستاندرد ديفيشن بالسالب. اصبح المنطقه هذه اللي انا ماشي فيها، هذه المنطقه اللي هي المين زائد هنا 2 ستاندرد ديفيشن، والمين هنا ناقص 2 ستاندرد ديفيشن. يبقى هذه المنطقه اللي احنا دائما متفقين عليها، منطقه السماح او الاكسبتنس. طيب الان هنا في الواي اكسس اللي هي قيمه اللو كنترول سامبل، نفس القصه، انا جبت المين هي قيمته، وحسبت الخط اللي هنا المين زائد 2 ستاندرد ديفيشن والمين ناقص 2 ستاندرد ديفيشن. طيب وحطيت النقاط تبعتها، بس خدوا بالكم هنا في نقطة مهمة جدا جدا. القيم المين زائد الستاندرد ديفيشن هنا، الستاندرد ديفيشن هنا قيمته مش هي الستاندرد ديفيشن هنا، لأنه هذه قيم ستاندرد ديفيشن لقراءات مختلفة عن القراءات اللي هنا. لكن المساحة اللي أنا بفرزها لل1 ستاندرد ديفيشن أو 2 ستاندرد ديفيشن يجب أن تساوي المساحة على الجراف بيبر اللي هي انا بفرزها هنا. هتقول لي كيف انت هتفرز نفس المساحه وهم قيمهم مختلفين؟ بقول لك مش مشكله. افترض انه انا عندي الستاندرد ديفيشن كان نص. فانا بقول المين زائد 2 ستاندرد ديفيشن، هذه المساحه انا برسمها واحد وقيمتها قيمتها واحد. الان اعتبر انه هنا الستاندرد ديفيشن قيمته واحد، يبقى الاثنين هذا اثنين، لكن انا في تكييفي ووضع النقاط اللي هي قيمة 2 المين زائد 2 بخليها نفس المسافة اللي هي المسافة هذه، يعني أنا بخلص المنطقة هذه كلها تساوي واحد ستاندرد ديفيشن، نفس المسافة اللي هنا هي المسافة هذه
ولكن ترميزها والتدريج تبعها اثنين. انت عادي ممكن تسوي هذا، وهذا مجبور رياضيا، لانه اذا انت مثلا قيمه عندك ان تمشي على الاكس اكسس انصاف، ما انت كل نص ممكن يكون سنتي او 2 سم تخلي كل نص، او 3 سم تخلي كل نص، انت حر. لكن انت امشي على نفس الريتم في الاكس اكسس، فانت ممكن عندك التدريجات على الاكس اكسس تخلي كل مربع او مربعين على رسم البياني، ورقه رسم البياني، كل مربع يكون مثلا نص، او كل مربعين يكون نص، انت حر. وهنا نفس القصه، انت ممكن يكون كل مربع يكون 2 او 4 او 5، انت عادي. فانت بتقوم ايش اللي بتسوي؟ بتكيفها بحيث انه المسافه المين زائد 2 ستاندرد ديفيشن، السكيل مختلف لكن المسافه واحده. المسافه هذه هي المسافه هذه لكن السكيل مختلف، هذه نقطه مهمه، السكيل مختلف. طيب ايش اللي بيصير معايا؟ بيصير معايا انه في الاكس اكسس هنا، على الاكس اكسس المين ناقص 2 ستاندرد ديفيشن وزائد 2 ستاندرد ديفيشن، هذه المسافة بالمسطرة تساوي نفس المسافة المين هنا زائد وناقص 2 ستاندرد ديفيشن. لكن هل السكيل التدريج هنا واحد؟ لا، التدريج مش واحد، لكن المسافة اللي على ورقة رسم البياني واحدة. طيب ليش أنا بسوي كده؟ عشان أنا لما من عند قيمة 2 ستاندرد ديفيشن هنا امشي بالمسطره، اعمل عمود بالشكل هذا هي قدامي، ومن ناقص مين ناقص 2 ستاندرد ديفيشن بعمل عمود طالع لاخر الورقه، ومن المين زائد 2 ستاندرد ديفيشن هنا بعمل عمود على الواي اكسس افقي بالشكل هنا هيو، والمين ناقص 2 ستاندرد ديفيشن بعمل خط افقي متعامد على الواي اكسس بالطريقه هذه. الان ما دام المسافة هذه تساوي المسافة هذه، المربع هذا اللي ظهر قدامي، هذا المربع لو نصهم دائرة هتطلع معايا شكل دائري. ليش؟ لأنه المسافة واحدة، وبالتالي الأقطار بتكون متساوية، فأنا بحصل هنا على إيش؟ بحصل على دائرة. هذه الدائرة هي دائرة الأكسبتابل فاليوز. طيب لحتى الآن لسه ما وضحناش كل الأمور. إذا كمان مرة بجيب ورقة رسم البياني، باخذ من ال 20 مختبر قيمة ال 20، القيم ال 20 قيمة للهاي كونسنتريشن اللي هي سامبل A، بحسب المين والستاندرد ديفيشن، وهنا على الواي اكسس أو المحور الصادي بيكون عندي سامبل B اللي هي اللو كونسنتريشن، وبحصل بجيب المين من المختبرات زائد الستاندرد ديفيشن بحسبها، وبعاير السكيل بحيث انه يكون المسافه هذه تساوي المسافه هذه. هذه فيش فيها مشكله رياضيه. ليش بدي الكلام هذا؟ عشان لما اطلع عمود من هنا وعمود على الواي اكسس وعمود يتقاطع معهم على من الاكس اكسس وعمود من الواي اكسس وعمود ثاني من الواي اكسس، تصبح الدائرة المحصورة بين الأعمدة الأربعة تصبح دائرة وليست شكل بيضاوي. طيب هذه الدائرة أنا بسميها acceptable values أو دائرة القبول، هذه اسمها دائرة القبول. طيب ممتاز، الآن تعال معايا هلقيت نركز مع بعض ونشوف أنا كوزارة صحة أنا إيش بدي أسوي الآن في الكلام هذا. أنا إيش بدي أسوي الآن؟ بعد أنا ما رسمت الرسمة هذه لأمامكم، إجينا لمختبر سين من الناس. مختبر سين بعت لي قيمته. الآن مختبر سين بعت لي إيش؟ بعت لي قيمة اللو كنترول سامبل، وبعت لي قيمة الهاي كنترول سامبل. الآن النقطتين اللي بعت لي إياهم مختبر سين برسمها على الرقم على الرسمة البيان اللي عندي. مش انا عندي هنا المحور السيني اللي هي قراءة الهاي كونسنتريشن، وعندي هنا الواي اكسس قيم اللي هو اللو كونسنتريشن. فبدي افترض انا مثلا بدي افترض انه المختبر سين بعت لي قيمة الهاي اللي احنا اتفقنا عليها 300، بعت لي اياها خلينا نقول مثلا 250.
طيب والقيمة اللي بعت لي اياها كانت هي مثلا 60، بعت لي اياها 80. الان في عندي نقطة محورها، المحور الصيني قيمته 250 والمحور الصادق قيمته 80. برسم النقطة، برسم النقطة نقطة عادية، محورها الإحداثية الإحداثي الصيني 250 والإحداث الصادي بتكون 80. برسم والله إذا النقطة وقعت داخل هذه الدائرة، إذا النقطة وقعت داخل هذه الدائرة إذا هذا المختبر قيمه accepted. إذا وقعت النقطة داخل هذه الدائرة اللي أنا رسمتها، إذا هذا المختبر أنا بأقبل نتائجه وينجح في اختبار الأكيورسي. لأنه اتفقنا إحنا قلنا إيش؟ إنه الإكسترنال كواليتي كنترول يهتم ويفحص الأكيورسي. فإذا بقول مختبر سين وقعت النقطة تبعته بإحداثية، بإحداثية تبعتها السيني والصادي اللي هو العالي، قيمة الكنترول العالي وقيمة الكنترول منخفض، النقطتين وقعوا داخل الدائرة. إذا ما دام وقعوا داخل الدائرة فهذا المختبر قد نجح في في اختبار الاكسترنال كواليتي كنترول، وبالتالي بقول عنه هذا المختبر نجح في الاكيورسي. يبقى معناته ايش بقول النتائج تبعته؟ اكيوريت في فحص السكر، هذا لفحص السكر اكيوريت. طيب واذا كان عنده اللي في الـ في الكنترول تشارت ما فيش عنده مشاكل، وكان عنده النقاط على مدار 20 و30 يوم داخل منطقة الاثنين ستاندرد ديفيشن، يبقى معناته البريسيجن ماله عالي، يبقى هذا المختبر لا غبار عليه، وبالتالي بنقول انه هذا مختبر سيم يمتلك بريسيجن عالي ويمتلك اكيورسي عالية، وبالتالي هذا المختبر مؤهل انه ينتج يخرج نتائج للمرضى، وبالتالي انا بديله ختم الايزو. من هنا بيجي ختم الايزو، انا بديله كوزاره صحه بديله ختم الايزو، بديله ختم الايزو هذا لمين؟ هذا الكلام لفحص السكر. طيب واليوريا الها جراف زي هذا اللي امامكم، طب والكرياتينين نفس القصه، طب والتراي طيب كل الفحوصات، وبالتالي انا باجي خلاص انا، لكن مش ضروري كل الفحوصات انا اسوي لها الفحص الاكسترنال، خلاص انا باخذ مثلا خمس فحوصات ست فحوصات بفحص، اذا انت وشغلك ماشي خلاص يبقى باقي الفحوصات عندك تمام، لانه لو في عوار كان بين معايا. طيب لو انا بدي اسال سؤال، اقول لو انا بدي ابعت المختبر نتائج المختبر تبعتي للقيم العاليه، القيمه العاليه للكنترول سامبل والقيمه المنخفضه للكنترول سامبل، لو انا بدي اتمنى النقطه تبعتي اين تقع؟ لو انا بدي اتمنى ان النقطه تقع في الانترسكشن، تقاطع خط المين على الواي اكسس مع خط المين على الاكس اكسس في نقطة الصفر هنا، اللي هي نقطة المين، مش نقطة الصفر هي طبعا، هي نقطة التقاء المين للقيمة العالية والمين للقيمة المنخفضة. إذا النقطة تبعتك التقت في المنتصف في الانترسكشن، هذا معناته أنت قيمة الكنترول سامبل الهاي تساوي البير جروب اللي اتفقنا عليها، وقيمة اللو كونسنتريشن تساوي البير جروب، وبالتالي إذا وقعت النقطة تبعتك في الانترسكشن، ارجع للاس دي اي هتلاقيها صفر صفر، اللي احنا تمنيناها تكون صفر. ليش؟ لأنه ما هي عندك طلعت القيم تساوي البير جروب للهاي والبير جروب لللو، إذا معناته حاصل الطرح بينهما زيرو، وبالتالي الاس دي اي طلع عندك زيرو، بهذه افضل النتائج، ويصدقها هذا الجراف اللي هو ايه؟ اللي هو في الايش؟ في نقطه الالتقاء. طيب ماشي، هتقول لي طيب هو احنا يعني لازم تطلع في نقطه الالتقاء؟ لا مش لازم تطلع في نقطه الالتقاء، ما انا عامل لك دائره، هيها عامل لك دائره، هذه الدائره بقول لك هذه المنطقه اللي انت مسموح فيها، يعني اي مكان جوا الدائره خلاص ما فيش مشكله، ما فيش مشكله، انت اكسبتد، وبالتالي بيصير في هنا تفاوت بين المختبرات. لكن مين المختبر الاول عليهم؟ اكثر مختبر نقطته النقطه تبعته تقع جنب الانترسكشن بين التقاء العمودين تعون المينز، قديش انت بتكون نقطتك قريبه على الانترسكشن، قديش انت بتكون الاكيورسي عندك عاليه، قديش انت بعيد، قديش بتكون الاكيورسي عندك منخفضه.
طيب موضوع الاكسبتنس او عدم الاكسبتنس هذا بيرجع انك انت خرجت عن الدائره او ما خرجتش عن الدائره. اما اذا انا بدي افضل ما بين المختبرات الشاطرين الناجحين، بدي اقول مين الاول على الناجحين؟ الاول على الناجحين هو الذي اخذ نقطه قريبه من الانترسكشن، هذا الاول على الناجحين، والثاني الابعد شويه، والثالث وهكذا، كلما اقتربنا من نقطه التقاء العمودين، عمودين اللي هو المين للقيمه العاليه والمين للقيمه المنخفضه للكنترول سامبلز، كلما اقتربنا من نقطه الاصل التقاء كان ذلك افضل للمختبر. طيب الان هذا بالنسبه لمبدئيا طب ايش قصه الخطوط اللي هي جايه بزاويه 45 اللي امامكم هذه؟ قال لك انت من نقطه الاصل اللي هي الواي اكس انترسكشن بترصد خط مستقيم هاي قدامكم بزاويه 45 يمر بنقطه الاصل وبضله ماشي ويقطع قطر، بيمشي قطر اللي في الدائره مرورا بالانترسكشن بين العمودين ويضله ماشي للاخر. طيب ماشي، ارسم لي هنا كمان عمود اللي هو يمس الدائره من الاسفل، وعمود ومحور يمس الدائره من الاعلى. اذا انا عندي رسمت الان ثلاث خطوط، الخط الاولاني يمر بنقطه الاصل بزاويه 45 ويقطع الدائره من مركزها ويظل ماشي معاك لاخر الورقه، ثم بجيب محور يمس الدائره من الاسفل ومحور يمس الدائره من الاعلى. طيب الان بقول لي هو هنا اذا طيب ماشي، هذا احنا اتفقنا انه مين الناجح؟ المختبرات الناجحه، المختبرات الناجحه التي وقعت نقاطهم في داخل الدائره الاكسبتبل فاليوز، هنا في الدائره هذه، هذول الناجحين. طيب ماشي، طيب اللي رسبوا وين تلقى نقاطهم؟ خارج الدائره. طيب ماشي خارج الدائره، لكن في خارج دائره عن خارج دائره، وبالتالي مكان احنا بنتحدث الان عن النقاط الخارج الدائره، مكان النقاط اللي خرجت عن الدائره بتقول لي ايش نوعيه المشكله للمختبر. تعال نشوف، اذا وقعت النقطه تبعت مختبر صاد، مختبر سين قلنا نجح، لو مختبر صاد الدائره النقطه تبعته وقعت في هذه المنطقه في المربع اقصى مربع الاعلى يمين، هنا اعلى اليمين في المنطقه هذه، ايش بقول لي هنا؟ values that fall here في المربع هنا او المنطقه هذه are indicative of systematic error. ركزوا معايا، systematic error. ارجع للمحاضرتين السابقتين او ثلاث محاضرات سابقات، احنا انا عرفت systematic error ايش قلت؟ قلت systematic error هو الايرور اللي بيكون مصاحب للفحص، بحيث انه قيمه الخطا يزداد، قيمه الخطا يزداد بزياده تركيز الماده المراد فحصها. قيمة الخطأ تزداد مع زيادة تركيز المادة المراد فحصها. يعني ايش؟ يعني انا عندي systematic error، فحصت للسكر، لقيت السكر مثلا السكر عند احد الاشخاص او المرضى قيمته 100، قديش بكون systematic error لو كان عندي؟ بكون 110. طب لو اجى واحد قيمة السكر 150 بلاقي السكر 180، زاد السيستماتيك ايرور. طب واحد عنده قيمه السكر 300 بلاقي السيستماتيك ايرور وصل القيمه ل 500. يبقى كل ما زاد تركيز السكر كل ما السيستماتيك ايرور زاد، هذا تعريف السيستماتيك ايرور، وما ينطبق على السكر ينطبق على باقي الفحوصات. اذا السيستماتيك ايرور بيزيد كل ما زاد اللي هو تركيز الماده المراد فحصها. طب لو قلت بقل، قالوا ممكن يتلاشى، خد بالك ممكن يتلاشى اذا كانت الماده المراد فحصها منخفضه. طب ليش لما وقعت النقطه لمختبر صاد في المربع اقصى اليمين المرتفع هنا، ليش انا سميته سيستماتيك ايرور؟ تعال نشوف. الان ايش قلنا احنا في سامبل اي؟ سامبل اي قلنا انه هذا قيمه الكنترول سامبل المرتفعه. طيب لما وقعت في المربع هنا، هذه المنطقه
قيمة مرتفعة ولا مش مرتفعة للريزلت؟ مرتفعة. طيب هذا السامبل بي اللي هو الكنترول سامبل منخفض، لو وقعت النقطة هنا معناته المحور الصادي تبعها في المنطقة العلوية هنا، في المنطقة العلوية هنا، وهذه النقطة المحور السيني هنا، يبقى هذا مرتفع، هذا مرتفع. كويس. الآن معنات الكلام هذا، لما ارتفعت القيمة على الكتير صارت النقطة المحور السيني عالي كتير، وهنا القيمة، هنا القيمة ارتفعت طبعا بما بقدر يتناسب مع اللي هو ارتفاع القيمة اللي هنا، وبالتالي القيمتين ارتفعوا، يبقى عندي سيستماتيك ايرور في المنطقة دي، سيستماتيك ايرور. تعال على النقيض هنا اللي هو المربع الشمال المنخفض في المنطقة اللي هنا، اطلع معايا هنا، بلاقي انه قيمة الكنترول سامبل كانت كتير منخفضة، وايضا السامبل بي كانت كتير منخفضة. هذا دليل على انه ايش؟ برضو سيستماتيك ايرور، لانه بزيد التركيز بزيد الايرور، بقل التركيز بقل الايرور، قيمة الايرور هنا منخفضة، النقطة هنا، وبالتالي النقاط التي تقع على المحور خط ال 45 اللي قلت لكم رسموه من الاول، اللي ماشي معاها هذه النقاط معناتها سيستماتيك ايرور. اذا اي مختبر بيجيني بيكون نقطة تبعته وقعت خارج دائرة القبول في المنطقة العلوية او المنطقة السفلية بين اللي هو التماس الدائرة، خطين التماس مع ماشي بشكل متوازي مع المحور اللي هو المركز تبع 45، معناته انت بتحكي، بنقول للمختبر والله يا مختبر فلان انت عندك مش اكسبتنس، النتائج تبعتك الاكيوريسي نوت اكسبتد، وانت في عندك سيستماتيك ايرورز، في عندك سيستماتيك ايرور، يبقى انا كشفت عن انعدام الاكيوريسي عنده، وبنقول له كمان على نوعيه الايرور اللي عنده. طيب خلينا نشوف المناطق اللي هنا اللي هي اقصى اليمين في الاسفل. طب ايش معنات النقطه تقع في المنطقه هذه؟ طلع معايا النقطه اللي وقعت هنا معناته الكنترول سامبل ذو التركيز العالي اداني قيمه اعلى بكثير من الصحيح، لانه الصحيح حي المين، اعلى بكثير من الصحيح. طيب والكنترول الكنترولز العينه اللي هي محورها الصادي برضو ادتني عينه كثير قليله. طيب لو انا بدي اقول عنه سيستماتيك ايرور، الاصل انه ما تقع هنا. ليش؟ لانه العالي عالي مظبوط، لكن المنخفض المفروض يكون برضو عالي عشان انا عندي سيستماتيك ايرور يتناسب تناسبا طرديا مع ايش؟ مع قيمه اللي هنا، لكن هنا صار العكس في الواي اكسس، صار في هنا مع القيمة العالية أداني قيمة عالية كتير، والقيمة المنخفضة أداني منخفضة كتير، وبالتالي هنا صار عندي random error مش متجانس. طيب والعكس صحيح هنا اللي هو اليسار الأعلى، نفس القصة random error. ليش؟ لأنه الكنترول سامبل ذو القيمة العالية أداني هنا قيم منخفضة، والكنترول سامبل المنخفض أداني عالي، عكس بعض وعكس ما كنت أتوقع، وبالتالي هذا مرجعه الى انه هو راندوم ايرور. يعني ايش راندوم ايرور؟ يعني عشوائي، يعني معناته انا مش قادر انا اشوف هو ايش المشكله بالضبط، ما لكاش الا تعمل ترابل شوتينج وتشوف وين المشكله بالضبط. طيب هذا بالنسبه للمربعات الطرفيه هنا، للمربعات الطرفيه. طب فماذا عن المناطق اللي هنا؟ يعني ممكن في بعض المناطق تقع هنا وهنا، طبعا في بعض النقاط ممكن تقع في المناطق بعيدة عن هذه المربعات الأربعة. طيب خلينا نشوف ايش المناطق اللي تقع في المناطق اللي عندي خارج المربعات الأربعة، طبعا كله خارج دائرة القبول. هذا اخواننا اسمه يودن بلوت، هذا الجراف اللي انا شرحته، هذا يسمى يودن بلوت، يودن بلوت. طيب هنا طبعا نفس الاشي اللي شرحناه، في بعض الناس بيرسم يودن بلوت مش بالضرورة دائرة، برسم لك إياها مربعات، بقول لك أنا بدي أرسم المربعات عندك، انتبهوا علي، المربع الأصفر اللي هو إيش؟ حدود المين، هاي خط المين إخواننا، هذا خط المين للهاي كونسنتريشن اللي هو كنترول 2،
وهذا خط المين الافقي للكنترول سامبل المنخفض كنترول 1 وهنا كنترول 2 نفس الكلام اللي حكيناه. الان هاي نقطة الالتقاء الخطين المين المتعامدين على بعض. النقطة هذه اللي انا وانت بنتمنى مختبرنا يكون نقطته تقع في هذه نقطة الانترسكشن. مش مشكلة. الان طلع معايا المربع الاصفر هذا حدود المين زائد 1 ستاندرد ديفيشن. ماشي. المربع الاخضر هذا حدود المين زائد 2 ستاندرد ديفيشن بالماينس والزائد. طيب يبقى هاي المربع الاخضر هذا حدود الاكسبتنس، هذا حدود الاكسبتنس. طب والمنطقه الزرقاء هذا حدود الرفض، هذا حدود الرفض. وهذا الخط اللي احنا حكيناه اللي هو خط ال 45 يمر بنقطه الالتقاء وبضله ماشي معاك لاخر ورقه الرسم البياني. طيب هنا يوجن بلاط مربعي مش مشكله. تعال نشوف النقاط. هذا المختبر، هذا المختبر ذو النقطه اللي هي الحمراء اللي عندي في الاسفل هنا، هنا اللي انا باشر عليها، هذا مختبر ناجح. ليش؟ لانه هو داخل المربع الاخضر، مش بس داخل المربع الاخضر، داخل المربع الاصفر وقريب جدا من خط الالتقاء مع عمودين المين، وبالتالي هذا المختبر ناجح. طيب المختبر الثاني هذا يا اخواننا نفس القصه، مختبر ناجح. طب والمختبر هذا يا اخواننا نفس الشيء ناجح. طيب مين افضل من مين؟ انا بقول كل ما كانت النقطه قريبه على خط الالتقاء بين العمودين كل ما كان المختبر افضل. اذا هذول النقاط الثلاثه هم الثلاث اوائل الذين حصلوا على اعلى مرتبات ثلاثه منها. اذا مين الافضل؟ هذه النقطه نمره واحد، هذا الاول، هذا النقطه الثاني، هذا الثالث. طيب ماشي. طب ايش بالنسبه لهذا؟ ناجح. ليش؟ لانه داخل اللي هو مساحه المين زائد 2 ستاندرد ديفيشن اهو، هي عندك. طب وهذا ناجح، لكن هذا مش بنفس الاداء الثلاث مختبرات. طيب واللي تحت هذا ناجح. يبقى في عندك 1 2 3 4 5 6 ست مختبرات نجحوا في اختبار الاكيورسي في فحص الاكسترنال كواليتي كنترول. طيب نيجي للمختبرات الثانية. بص معايا هنا، عندك نقطة هنا وعندك نقطة هنا، هذول النقطتين راندوم ايرور. ليش راندوم ايرور؟ تعال معايا الآن شوف هنا النقطة هذه، الكنترول 2 اللي هو عالي، شوف وين الإحداث السيني تبعها، عالي جدا جدا، عالي جدا جدا. طيب والكنترول المنخفض كانت قريبة جدا من المين. طيب الان احنا تلخبطنا، اذا حطينا كنترول عالي بديني قيمه عاليه جدا، واذا حطينا الكنترول المنخفض بديني قيمه قريبه من الكنترول جيده اجمالا. طيب في العالي مش كويس وفي المنخفض منيح، يبقى معناته هذا راندوم ايرور، بقدرش اقول عنه سيستماتيك. شفتوا كيف؟ طيب هذا راندوم. تعال هنا النقطه هذه، طيب النقطه هذه راندوم. طب ليش راندوم؟ بنقول لك لانه هذا المين النقطة المختبر جاب قيمة الكنترول العالي قريبة من المين، منيحة قريبة من المين، لكن في الكنترول المنخفض بعيدة جدا عن المين. اهي شو المسافة، بعيدة جدا عن المين. طيب يبقى لما الكنترول كان عالي ضبطها المختبر، ضبط جاب النتيجة كويسة، لكن لما الكنترول كان منخفض كانت المسافة بعيدة. طب هو بيشتغل كويس مع العالي وبيشتغلش كويس مع المنخفض، يبقى كمان هذا ايش؟ كمان هذا راندوم ايرور. إذا هذه النقطة، هذا المختبر يديني نتائج خاطئة جدا مع الكنترول العالي وقريبة وصحيحة مع الكنترول المنخفض. هذه النقطة المختبر بديني قيم للكنترول المنخفض صحيحة ولكن مع الكنترول العالي صحيحة ولكن مع الكنترول المنخفض بتكون ايش؟ سيئة. يبقى هذا تفسيرها انه هو راندوم ايرور. طيب تعالوا لهنا، هذا قال لك سيستماتيك ايرور. طب ليش يا عمي سيستماتيك ايرور؟ لانه في الحالتين عالي، في الحالتين عالي. اذا كان الكنترول مرتفع اداني قيمه عاليه، واذا كان منخفض كمان اداني قيمه عاليه، وكلها اتجمعت في المنطقه هذه.
إذا هذا المختبر وهذا المختبر وهذا المختبر، هذا مختبرات systematic errors. عندك systematic errors يا مختبر اللي هم الأربعة هذول، بقولهم أنتوا عندكم systematic errors، كل القيم تطلع عندكم عالية، سواء كان منخفض ولا سواء كان مرتفع، أنتوا قيمكم تطلع عالية، وبالتالي ممنوع أنتوا تطلعوا للناس قراءاتهم ونتائجهم، وبالتالي الأكيورسي عندهم شبه معدومة، هذه في البرنة طالعة فوق شبه معدومة، مش حيظبط. طيب ماذا عن المختبر هذا؟ هذا المختبر لو أنا بدي أفسره بقول هذا المختبر أداني الإحداثي السيني قريب جدا من الكنترول المرتفع، هيو إحداثي السيني هنا، يعني لما كان الكنترول سامبل مرتفع أداني قيمة صحيحة هيها جنب المين، طب لما كان منخفض بعيدة جدا عن المين، وبالتالي كان هنا مشكلة عندي. بس هنا ايش الفرق بين النقطة هذه والنقطة هذه؟ النقطة هذه انه التنتين قراب من المين المرتفع، لكن هذه النقطة مع المين المنخفض كانت اقل بكثير، هذه مع الكنترول المنخفض كانت عالية كثير، لكن في الجهتين هما في عنده random error. طيب هذا بالنسبة للانتربريتيشن لليودن بلوت، للنقاط اليودن بلوت. اتطلع معايا انت هنا هتلاقي نرجع هنا هتلاقي انه دائما لو بدك تجمع النقاط الراندوم هتلاقيها متبعثرات بعيده عن المحاور ايش المحاور اللي هي الكورنرز، بعيده عن محاور الكورنرز، هتلاقيها هنا وهنا 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 المناطق اللي حوالين اللي، وبالتالي لو انت جمعتهم هيدوك منطقه دائريه تجمع الراندوم ايرورز. ليش؟ لأن الراندوم ايرورز بتكون موجودة في المناطق اللي هنا، هذا جنب القيمة العالية وبعيد عن قيمة المنخفضة، وهنا نفس القصة، طب وهنا نفس الشيء، فبالتالي هذا المنظر بديك راندوم ايرورز العالي. هنا إذا بين معاك القراءات الخارج، هذه خارج نقطة الدائرة، هذه خارج نقطة الدائرة الاكسبتنس، هنا القيم إذا كانت مختبراتك عندهم بروبورشن ايرور هتلاقي لما تضلل المناطق اللي احتلوها هتلاقيها عامله الشكل البيضاوي بالشكل هذا. طيب الان في عندي هنا كل هذا حكيناه، الان هنا في عندي هذا الشريحه ضروريه جدا تفهموها. طيب لو انا بدي اجي اقول طيب ماشي في عندك مناطق، نرجع لليودن بلوت، طب ماذا عن المناطق اللي هنا اللي المناطق الثانيه اللي احنا ما شرحناهاش؟ طلع معايا هنا ايش اللي بيصير. بتفترض انا نقطه المختبر من المختبرات وقعت في المنطقه هذه، هاي مختبر، هذا المختبر. طب انت هتقول لي والله انا ما عارف، طب لا هو هنا في المنطقه هنا احسبه بروبورشنال، ولا هو هنا احسبه راندوم، طب انا ايش احسبه هذا؟ كيف اسوي فيه؟ جاي في المنطقه ما بين الراندوم والبروبورشنال، ايش اسوي فيه؟ بروبورشنال ولا راندوم؟ بنقول لك بسيطه. شوف ايش اللي بنسوي. هاي النقطة عندي، النقطة الزرقاء اللي امامي، باخذ بالمسطرة عمود بيطلع من النقطة اللي هي تحت المختبر اللي انا محيراني مش عارف اقول عنها راندوم ولا بروبورشنال، وباجيب عمود يطلع من النقطة بشكل متعامد على خط ال 45 اللي احنا رسمناه في الاول، هذا خط ال 45. بالمسطرة بطلع عمود من النقطة إلى خط ال 45 عمود زي القائمة. طيب الآن هذه المسافة ما بين النقطة، طول العمود ما بين النقطة وخط ال 45 هو مؤشر لقيمة الراندوم ايرور، مؤشر لقيمة الراندوم ايرور. يبقى معناته كل ما كانت النقطة هذه بعيدة عن خط ال 45، يعني العمود اللي نازل منها على خط ال 45 كل ما كان طويل كل ما كان الراندوم ايرور اعلى. طب والبروبورشنال كيف احسب قيمته؟ بنقول لك اطلع عمود من اطلع خط من نقطة الالتقاء عمودين المين، وهات المسافة ما بين العمود اللي طالع من النقطة على المحور ال 45 وقيس المسافة هذه.
هذه المسافة كل ما كانت عالية أو طويلة، المسافة هذه كل ما دلت على إنه البروبورشنال ايرور أعلى أعلى. يبقى معنات الكلام هذا، معنات الكلام هذا المختبر لما أنا بدي أقيمه إيش بقول له؟ بقول له أنت يا مختبر أنت رسبت في فحص الأكيورسي ولديك البروبورشنال ايرور اعلى من الراندوم ايرور، الاثنين موجودين؟ اه الاثنين موجودين، ولكن المشكله في الراندوم في البروبورشنال ايرور اعلى من الراندوم ايرور، المساحه المسافه الخضراء اعلى من المسافه الحمراء، وبالتالي انا بقول له انت عندك بروبورشنال ايرور اكبر من الراندوم ايرور، وبالتالي بناء عليه سوي لي ترابل شوتينج وصلح المشكله اللي عندك. يعني انا بفحص الاكيورسي تبعته كوزاره صحه وبأشخص العله، وين العله؟ بقول له انه انت عندك البروبورشنال ايرور اعلى، وبالتالي اي نقطه، انتبهوا، اي نقطه خارج دائره القبول كل ما عليك اللي تسويه طلع عمود من النقطه على متعامد على المحور ال 45 وعندك، وخذ المسافه من نقطة الأصل في بخط يقطع نقطة الأصل والمسافة بين العمود وخط اللي طالع من نقطة الأصل هنا، هذا البروبورشن ايرور. قيس المسافة هنا اللي هي الخط الأحمر هذا، وقيس المسافة الخط الأخضر، وبالتالي تستطيع أن إيه؟ أن تميز ما بين اللي. طب تعال تعال نطبق الكلام هذا على اللي هو المنطقة اللي هنا. تعال سيستماتيك ايرورز، خلينا نشوف النقطة هذه، هذه النقطة اللي هي في القرنة خالص. لو أنا بدي أنزل عمود هنا من النقطة هذه اللي أمامكم على خط ال 45 هذا، قديش طوله؟ حيطلع عندي 2 ملم. طيب لو احنا مديناه شوية وطلعنا خط من هنا يمشي 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 لما يصل لنقطة التقاء مع العمود اللي طالع على 45، يبقى هذه المسافة كبيرة، يبقى هذه بروبورشنال سيستماتيك ايرور، يبقى معناته او بروبورشنال ايرور، يبقى معناته هو التشخيص بروبورشنال ايرور فعلا، هو بروبورشنال ايرور فعلا، وبالتالي بصير سهل علي التشخيص. طب تعالوا للراندوم ايرور اللي احنا سويناه هنا، المسافه قديش؟ نزل عمود من هنا لا عند الخط هذا، تمام، هذا الخط، طيب هاي العمود. الان هذا الكلام بدي انا اطلع من مساء العمود هذا اللي هنا، ان اطلع مسافه بينه وبين العمود اللي هو المحور العمود هذا، واشوف المسافه اللي عندي هنا، بلاقي انه المسافه اللي بروبورشن ايرور هنا صغيره وهذا طول كبير، معناته هذا ايه؟ هذا اللي هو راندوم ايرور. يبقى يا اخواننا طبق هذا الكلام على النقطه هنا، نفس القصه، هذه النقطه بتجيب انت عمود وبتنزله، بتجيب انت عمود وبتنزله على خط ال 45 هيو مرتفع، في نفس الوقت هذا بيطلع خط من هنا ويقابل العمود، شايف هنا بيكون ايش؟ فبالتالي العمودين هذول تقريبا متساويين، فبتقول انه عندك الخطأين موجودين بنسبه تقريبا متساويات. هذا الكلام، هذا الكلام لما انت طبعا لو كانت النقطه هنا عادي نفس القصه، نزل عمودك هنا وطلع خط من هنا يتقابل مع المسافه مع العمود، وبالتالي بيطلع عندك البروبورشنال ايرور والراندوم ايرور، بيطلع عندك انت بتكون على بينه من اللي هو الانواع الاخطاء اللي بتصير عندك. هيك يا اخواننا احنا بنكون انهينا موضوع الاكسترنال كواليتي كنترول، وفحصنا الاكيورسي للمختبرات، واللي نجح نجح من المختبرات، واللي ما نجح من المختبرات انا بقول له ايش نوعيه الخطا اللي عنده، وبكون كده الاكيورسي فحصناها، والمحاضرات السابقه في الكنترول تشارت احنا بنكون فحصنا البريسيجن وتتبعنا البريسيجن بالكوميوليتيف كوسام، وبالتالي احنا فحصنا الخطا اول ما يظهر، وهذا الكلام بتكون انت يا المختبر اذا كان انت نجحت بالاكسترنال كواليتي كنترول ونجحت في الانترنال كواليتي كنترول، معناته انت حتشتغل سنه وسنتين وعشرة وعشرين لن يخرج من عند تحت ايدك اي خطا من البيشنت سامبلز، لن يخرج اي خطا. وبالتالي هذا الكلام يا اخواننا يعني ملخص اللي هو الكواليتي كنترول، اللاب كواليتي كنترول،
وبتكون احنا هذه المحاضره بالمناسبه هي المحاضره الاخيره، لانه احنا بنكون اللي شرحناه نجم اللي شرحناه شرحنا في البدايه اللي هو اداره المختبرات، على اساس انه احنا بنحكي على كواليتي اشورنس، وقلنا انه انا بهمني انه يكون الفنيين والموظفين اللي عندي مرتاحين، وقلنا انه ادارتك للمختبر يجب ان تكون اداره حكيمه، ومش دائما تكون ديمقراطي، ومش دائما تكون متسلط، ومش دائما حاول انك انت يعني تريح الموظف وتديه حقوقه، لكن الموظف لازم يعطي الوطن ويعطي المواطن حقه، زي ما الموظف اخذ حقه بده يدي للموظفين للمواطنين حقهم المرضى يعني. هذه شغله. الشغله الثانيه حكينا على انواع الايرورز، وقلنا في سيستماتيك ايرور وفي راندوم ايرور وفي بروبورشنال ايرورز، وحكينا على الفرق ما بين الستاندرد او الكاليبريتور والكنترول سامبلز، وقلنا ايش استخدامات كل واحد منهم، وبعدين حكينا على اللي هو البريسيجن بما يخص الكنترول تشارت، وبما يخص الاكيورسي بما يخص الاكسترنال كنترول تشارت. هيك اخواننا احنا بنكون انتهينا من الدورة، محاضرات الدورة هذه، وإذا في حدا عنده استفسار تفضلوا احنا سامعين. دكتور جزاك الله كل خير، والله يعطيك ألف ألف عافية. الله يعافيك. الله يبارك فيك دكتور. دكتور ايش رأيك المحاضرة الجاي إذا أنت حابب يعني تكون محاضرة يعني مراجعة اللي عنده سؤال؟ مش مشكلة، احنا يعني اذا كان هم يعني يدرسوا الموضوع وبعدين اللقاء القادم يعني حيكون هو اخر لقاء، يعني ممكن نعملها مراجعة عامة، اسئلة عامة في كل اللي احنا شرحناه، فيش عندي مشكلة احمد. يعني لو احنا خلينا اللقاء القادم يكون ساعتين، ساعة منها مراجعة سريعة أو ساعة ونص مراجعة للكل اللي أخذناه سريعة هيك على السريع، ونص ساعة خلص توكلنا على الله. لا احنا نفرز وقت أعلى للأسئلة، عشان إذا كان في أسئلة بنجاوب عليها، ما فيش أسئلة بنعمل مراجعة شاملة للشرح. خلص يبقى يا جماعة الكلام للجميع، يعني أنتوا عندكم اليوم الأحد اثنين ثلاث وأربعة بتدرسوا فيها المحاضرات اللي فاتت كلها، وبتحضروا كل الأسئلة اللي عندكم إياها، وبأمانة ما حدش يخجل إنه يسأل إطلاقا، ما فيش حاجة اسمها سؤال غبي، الكل يسأل براحته. أنا عادي ياخذ راحته، ما فيش مشكلة. إذا اللي مش حيسأل اليوم متى بده يسأل، يعني الكل يكون محضر أسئلة اللي بده إياها براحته. وجزاك الله كل خير يا دكتور. الله يبارك فيكم، موفقين ان شاء الله، وشكرا على حسن استماعكم. الله يبارك فيك. خلص يبقى ان شاء الله يعافيكم. الله يحييكم. يبقى ان شاء الله المحاضره الجايه ان شاء الله نكون محضرين الاسئله كلها ومحضرين المراجعين باذن الله تعالى. في احد حابب يتكلم الان؟ بسيط. عندي استفسار بسيط بس دكتور احمد. اتفضل. نضال جزاك الله كل خير، شرح جميل جدا، واعطاك الله العافيه ان شاء الله. حياك الله يا ايمن. حياك الله. الله يبارك فيك. انا بشتغل على الاليزا، جهاز الاليزا. نعم. برمج دايجنوزيس للانفكشن ديزيز. انا دكتور بيطري اولا يعني. حياك الله يا ايمن. دكتور ايمن حياك الله. الله يبارك فيك. فكل كيتس بيجي معاها كنترول، بوزيتيف كنترول ونيجاتيف كنترول. تمام. انفكشن ديزيز مع الكيتس بتاع الايرلاينز. هل ده كافي ان انا اشيك على الاكيورسي والبريسيشن بتاعي ان التيست فاليديتد تبع الفاليديشن تيست بتاعت الكيتس اللي جايه معاها، والكنترول بيديني النتائج زي الفاليديتي تيست اللي هم طالبينها؟ هل ده كافي ولا لازم برضو اكسترنال انترنال كنترول تاني؟ لا، هو انت اول شيء السؤال، انت لما بتشتري كتات، الكت اللي انت اشتغلت عليه لما بتخلص بتجيب من نفس الشركه ولا بتغيرها؟ لا، هو كل كيتس بيجي معاه كنترول، بوزيتيف كنترول ونيجاتيف كنترول. تمام. الان السؤال يا دكتور ايمن، الفحص اللي انت بتشتغله عليه إلايزا يعني كوانتيتيف تيست؟ ايوه كوانتيتيف. تمام.
طيب ايوه بس ما في، اتفضل. هل ده كافي؟ هل ده كافي يعني ان انا اتاكد ان شغلي مظبوط، خصوصا ان الفاليديتي تيست بتاعته بتطلع مظبوطه برضو مع زي الشركه ما قايله؟ هذا في الانترنال، في الانترنال كنترول، انت بتسوي انترنال كنترول، تمام؟ انترنال كنترول. تمام. الان انت ماشي، يعني موصلي بتكون ماشي بالسليم، بس بيبقى اللي هو الاكسترنال كواليتي كنترول. الان هذا الاكسترنال لازم يكون فيه عشان خاطر الاكيوريسي، ويشوف اذا كان في عندك اشكاليه في الايرورز، حتى لو كان بنسبه بسيطه، انت تعرف ايش الوضع اللي عندك. بس نفس المبدا اللي بنطبق اللي نحكيه هنا، نفس المبدا اللي بتطبقه انت على اللي هو الاليزا. وسؤالك جميل الصحيح، يعني اذا انت بدك تقول لي يكفي، لا لازم اكسترنال كنترول يكون كواليتي كنترول يكون شغال. يعني انت جيد جدا انك انت تستخدم الكنترول سامبل مع الشغل للعينات الانفكشوال ديزيزز، ما فيش مشكله، لكن لازم يكون عشان يكتمل جمال الدقة الفحوصات عندك في المختبر دكتور أيمن، لازم يكون في ايوه عندك اكسترنال كنترول، لازم يكون في اكسترنال كنترول. طبعا هذا تمام. المفروض اللي هي الجهة الايجنسي، يعني وزارة الزراعة مثلا، اي وزارة الصحة، المهم حسب ايش اللي موجود النظام اللي في مصر. ان شاء الله انا شغال في حياك الله. الامارات. انت شغال في الامارات، حياك الله دكتور أيمن، موفق ان شاء الله. شكرا يا دكتور نضال، الله كل يخليك لي. الاحترام، كل الاحترام. جزاك الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، اللي جزاك عنده الله سؤال خير. ثاني يا شكرا جماعة، اللي عنده سؤال ثاني شكرا يتوكل يا على الله. شباب. نعم حبيبنا دكتور أيمن، الله يبارك فيك. اللي عنده سؤال ثاني دكتور إذا يعطيك خلينا نخليهم العافية. يحفظ. الله الله يعافيك يا يعافيك. رب. مشكور جدا ويعطيك ألف عافية وإن شاء الله في ميزان حسناتك الله دكتور. يبارك بس فيك. أنا بدي أطلب منك يعني في المحاضرة الجاية إن شاء الله تعطينا نعم. أمثلة بأرقام، يعني نتائج واقعية مثلا، وفي حال الانترنال والاكسترنال كيف نشتغلهم على تشارت وأشياء زي هيك، يعني كأن إحنا بواقع عملي، يعني إنه ممكن تجيب لنا هو إياها مثلا لو في امتحان. انا في بال كلام هذا، بس المشكله مش يعني بدها قلم هذه، يعني عشان انا الا اذا بجيب لك الحل جاهز ونشرح الحل، هيك قصدك يعني؟ يعطينا ارقام مثلا لنتائج ولا تحاليل واحنا نشتغلها تشارت مثلا وناخذ الارقام مش مشكله. النهائيه، ولكن كأن يعني احنا بنشتغلها بنفسنا يعني. طيب انا عندي حل. في الاستاذه دلال طلبت اسئله على اللي شرحناه، انا اذا ممكن اذا بدكم ببعت لها الاسئله، حابعت لها الاسئله انا، واسئله متنوعه في كل اللي احنا شرحناه، وانتم حتنزلها طبعا هي على الجروب، وانتم حلوه، ولما تحلي حتلاقي في اكيد حتواجه بعض الناس مشاكل ومعيقات، احنا ممكن نحلها مع بعض افضل، يعني لازم الطالب يحاول عشان يعرف وين المعيقات اللي هو بيصطدم فيها، احسن ما الاقيها جاهزه مني. حبعت اسئله انا تمام دكتور. للاستاذه دلال. تمام شكرا لك يا جزاك دكتور. ان شاء الله. ولا يهمك. دكتورة وطن الله يبارك السلام فيك. عليكم. عليكم وعليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته. مرحبتين دكتور. هلا هلا، مرحب، حياك الله. بارك الله فيك وجزاك الله خير. بس الله يبارك فيك. نطلب منك طلب. أمر يا صلاح الدين. نبي كواليتي كنترول على البلد في ماده البلد بنك، يعني لو كان في المحاضره الجايه شويه جزء بسيط على كواليتي كنترول من البلد بنك. والله يا صلاح باشا، المشكلة احنا يعني ما فيش وقت كتير معانا، هذا موضوع الكواليتي كنترول في البلاد بانك، يعني هذا بده دورة تانية والله يا صلاح، يعني بده والله شغل كتير، لأنه طب دكتور خلص ناخذ دورة تانية الكواليتي كنترول في البلاد والله بانك. مش هنقدر يا أحمد، أنا شوية مضغوط الأيام هذه، بس مش الآن مبدئيا دكتور، خلينا قدام. ما فيش عندي مشكلة، بس هذا اللي احنا شرحناه، هذا القاعدة الأساسية اللي بننطلق منها على باقي الفحوصات، سواء كان سيرولوجي أو كلينيكال كيمستري أو بلاد بانك زي ما أخونا صلاح الدين طلب، وأنا والله يعني طلبه على عيني والراس، على عيني والراس، ونفسي أنا يعني دائما أكون على تواصل، لكن أنا فيش عندي مشكلة والله، خلينا خلاص يعني دكتور خلينا قدام، لكن خلينا أنا نخلي والله جاهز، والله ما فيش عندي مشكلة والله يا دكتور يا أخ صلاح الدين. الصيف ايش رايك؟ بارك الله فيك يا دكتور، جزاك الله الف خير. حتى لو كان الله عندك يسعدك. برزنتيشن، كان في حتى لو في برزنتيشن هيك، يعني واخذ دوره تو حاليا، بس نعم نكبرها شويه، بس
غادي ما والله كملناش. على راسي يا صلاح الدين، عادي ما فيش اي مشكلة. بارك الله فيك. حبايبنا الليبيين، والله انا كنت في ليبيا، يعني في انا رحت في ليبيا، ناس طيبين وناس محترمين والله. الله يبارك فيك ويخليكم ان شاء الله، وان شاء الله كل يا احترام، اخواننا ديما الخير الله على قلوب يسعدك، واحده ان شاء الله يا رب. والله كل احترام دكتور، لكم. تفضل. دكتور بعد بدنا احترام الاخير بدنا تاعك يا دكتور. الله يسعدك حبيبي يا صلاح الدين. هاي انا احمد، قدامي دكتور دورات اخرى دكتور، اللي قدامي ما فيش مشكلة يا احمد، احنا جاهزين، هذول اخوتنا وحبايبنا، فيش مشكلة الله يبارك فيك. خلاص بننسق لقدام، بس تكون هيك فاضي على فضاوة ان ان شاء شاء الله. الله، جاهزين ما فيش الله اي يبارك. مشكلة. يا جماعة في حد عنده سؤال الآن قبل ما نسكر؟ ما حدش يخجل، بده يسأل يسأل، يبقى نخليها المحاضرة الجاية دكتور يكونوا محاضرين ماشي أسئلة ما كلها. فيش مشكلة، فيش مشكلة، فيش مشكلة. حياك الله دكتور. يلا خلاص إذا موفقين إن شاء الله، والله يعطيكم العافية. الله يبارك فيك، مشكورين السلام جزاكم عليكم. الله خير، ألف شكر حياك ألف الله، شكر. مع السلامة شكرا دكتور أيمن، دكتور نضال، الله يعطيك الله العافية يسلمك، دكتور نضال، مع السلامة، كل بألف احترام شكر. مع دكتور السلامة، أيمن، مع سلام، السلامة. شكرين شاكرين. العفو.